هذا الحدث واضح النجاحات الأخيرة لهيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة المنضمة إليها أو المتوافقة معها، مع مفاجأتها لانتصارات متعددة واستسلبية من الجيش السوري، وعدم اتخاذ التدابير والإجراءات التي تحمي وتؤمن الدولة أو المحافظة الثانية في سوريا. هذه النجاحات تفاجأت بها هيئة تحرير الشام، فأصبحت تخترق بسرعات سريعة جدا لكسب الأرض والتمسك بها، ووضع الجهات الأخرى سواء الجيش السوري أو روسيا أو إيران مستقبلا في إطار رد الفعل. وبالتالي مع التمكن من التحكم في أغلبية المساحات داخل يعني حلب، تتجه إلى بؤرة أو منطقة جغرافية أخرى أو مربع جغرافي آخر في حما، سواء ريفها أو المدينة بشكل عام، يعني ارتكاز على نجاحات حلب ومحاولة إحداث نجاحات أخرى جديدة. وهناك طب هذه في هذا النجاحات الأخرى دكتور أحمد، يعني كما تفضلت قبل قليل سرعة هذا الإنجاز، يعني هي تحاول أن تسيطر على نجاحاتها الأولى وتدخل بطريقة سريعة جدا تكتيكيا استراتيجيا، كيف من الممكن أن نفهم هذه القدرة العسكرية التي تملكها تلك الفصائل ومن أين؟ أولا يعني مما لا شك فيه أن هناك انخراط قوى إقليمية أو قوى دولية تدعم هذا التحرك. هذه الميليشيات هي ميليشيات من جنسيات مختلفة، أغلبها نعم من سوريا، ولكن تم استخدامها سابقا في بعض العمليات اتجاه ليبيا، اتجاه قصد قوات سوريا الديمقراطية، ودائما بتوظف كمرتزقة تتحرك، فهي تتحرك بتعليمات وتوجهات من دول إقليمية ودول يهمها حالة عدم الاستقرار في سوريا بشكل كبير. وأنا ممكن أن نعددها بشكل واسع، سواء كانت الولايات المتحدة أو إسرائيل أو تركيا، كل منهم له يعني له هدف من وجود هذه البؤرة مشتعلة مرة أخرى وإحياء حالة عدم الاستقرار في سوريا بشكل كبير. فهي تتحرك طبقا للتعليمات، فهي غير قادرة على تنفيذ مهام واسعة بدون دعم وبدون استمرار الدعم، سواء العسكري او بالعتاد او بالمقاتلين. ففكره النجاح ساعد على ذلك بشكل كبير الفشل الامني والفشل الامني والاستخباراتي السوري في معرفه ماهيه هذه الامور، لان هذه الانواع او النوعيه من الهجوم تستغرق على الاقل من الشهرين لثلاثه لتنفيذها، ليست هي وليدة اللحظه. وان كانت يعني استشرفت هذه الحاله من تراجع روسيا في الاهتمام بالداخل السوري، تراجع إيران بشكل كبير وحزب الله في إطار مجابهتهم لإسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، في هذه الأجواء أجواء مناسبة لتحديد ساعة الصفر طب هل وحالة لهذه الاقتحام. الدرجة ولكن دكتور المخاطر أحمد، الأكبر يعني هل لهذه الدرجة، يعني كلنا نعرف الدعم سواء الروسي أو الدعم الإيراني للقوات أو لقوات النظام على الرغم من تراجعها كما تفضلت قبل قليل، ولكن هل لهذه الدرجة الوضع الداخلي السوري الأمني هش أنه صلهم تقريبا شهرين ثلاثة في هذه التحضيرات العسكرية ولا أي بوادر لمعرفة هذا التوغل؟ يعني من وجهة نظر النقطة الحاسمة في هذا الموضوع التركيز أكثر على حزب الله ومجابهته لإسرائيل، أخذت جزء كبير جدا من يعني سواء الخبراء أو المقاتلين أو الاهتمام حتى الأمني. فكرة عدم مواجهة هذه العناصر منذ عام 2020 اتفاق أو مؤتمر الأستانة، هذا الموضوع أصبح عادة يتم تنفيذ عليها الموقف، وأصبح العرف هو القانون، وبالتالي أصبح هناك لهذه الجماعات والقوى الداعمة لها قياس للموقف وتقدير موقف منضبط أن هذه اللحظة الحاسمة وسط تراجع وانهيار القوات الأمنية السورية أو أدائها داخل يعني حلب وحما وخلافه. وهذا الموضوع يعني يؤكد ويؤشر أن سوريا غير جاهزة لتأمين أو فرض السيادة الكاملة على الأرضية، لأنها كما نعلم جميعا هي تسيطر على 65% من إجمالي مساحتها و25% لقوات سوريا الديمقراطية قصد.